بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بنرحب بحضراتكم معانا في فيديو جديد النهاردة. الأيام اللي فاتت كله تقريبا تابع ناس كتير بتحاول تسيء الإسلام، من بقى إبراهيم عيسى الإسلام البحيري لسيد القبني مين ومين ومين ومين، وناس كتير بقى طبعا عندها الحمية، حمية الدين، هم عايزين يردوا على الناس دوا وازاي ديننا يتهان ونسكت وكذا. طبعا اولا ما شاء الله شيء جميل جدا ان انت يكون عندك الحميه دي ناحيه دينك، وان انت بتتمنى ان انت تدافع عن دينك، شيء رائع، ربنا يجعله في حسناتك، وده بيدل عن فطره طيبه وصالحه. الحاجه الثانيه جينا النهارده نقول لك طيب عايز ترد، تعال نقول لك بقى ترد ازاي. بص يا مولانا، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا قلنا النهارده هناخد مثالين يوضحوا الموضوع ده. المثال الأول هو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. سيدنا خالد طبعا اشتهرت قوته واسمه وكل حاجة في ميدان المعارك، فكان في معركة معارك كان خلاص هيذهب لقتال الروم. الروم دول اللي هم الوقتي الدول الأوروبية يعني، وطبعا كانوا قوة كبيرة جدا جدا يعني. فسمعوا ان في قائد عظيم اسمه خالد بن الوليد، القائد ده بينتصر انتصارات كبيرة وبيحقق يعني معجزات كبيرة جدا، وبيعمل ويعمل ويعمل. فابتدى الكلام ده يوصل للجيش وبالتالي يوصل للجنود، فالجنود خافوا يعني. الجنود وصل لهم الكلام ان احنا هنموت، ده بيقولوا الراجل ده بيعمل ويعمل ويعمل ويعمل. فابتدى الكلام يوصل لقادة الجيش، فقادة الجيش يقولوا يا جماعة دلوقتي لو المعركة بدأت الجنود ممكن يسيبوا معركة ويجروا، ممكن، فعايزين نشوف حل. فقرروا يعملوا فكرة، قالوا احنا هنجيب مجموعة سلاسل زي الجنزير كده نربط بيه كل 20-30 جندي، بحيث لو فكروا يجروا مش هيعرفوا. يعني انت واقف دلوقتي في 20 واحد مربوطين ببعض، فبحيث لو فكروا يجروا مش هيعرفوا، خلاص لان كلهم مربوطين ببعض، ونعملها كده مجموعات. فالخبر وصل سيدنا خالد ان في كذا 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 كذا، يبقى الناس دي هتثبت في المعركة مش هتجري، لان حتى لو حبوا يجروا مش هيعرفوا. فسيدنا خالد بقى علمنا درس. ايه الدرس؟ علمنا فكرة ان انا ازاي اعرف اضرب العدو بتاعي، مش فكرة اضربه، لا، اعرف ايه الضربة اللي تجيب نتيجة، تجيب تأثير. فسيدنا خالد قرر، اجتمع بالجيش، قال لهم احنا هنعمل فكرة كويسة. في ايه؟ قال لهم احنا هننزل ميدان المعركة، تمام، وهنقف وننظم نفسنا كل حاجة، وبعد ما المعركة بتبدأ بفترة كلنا هننسحب من المعركة، وبعدين هنقوم رايحين واقفين في مكان تاني ومنظمين نفسنا ونقف وننسحب وهكذا. فايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى سيدنا خالد نازل بجيش المسلمين، والروم نازلين والجنود مسلسلين. اول معركه ما بدات اتفاجئوا جيش المسلمين مشي، راحوا وقفوا في مكان تاني. فعملوا ايه؟ قاموا فكين السلاسل عشان الجنود تتحرك وتروح تقف في المكان التاني. بعدها راح ووقفوا ونظموا نفسهم وربطوا بالسلاسل، بس هيبدأ المعركه قام سيدنا خالد مشي وراح مكان تاني، وهكذا بقى. فضل سيدنا خالد يعمل الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة لحد الجيش الروماني أصلا ما تعب من قبل ما المعركة تبدأ. يعني تخيل احنا لسه ما بدأناش المعركة أصلا والجيش تعب مش قادر يعمل حاجة. فكانت النتيجة سيدنا خالد انتصر بمنتهى السهولة. طيب ده أنا أستفيد منه إيه؟ أستفيد إن أنا لما ألاقي واحد من الناس دي أعرف إزاي أضربه، مش أضربه هو الإيه؟ مش هو اللي يوجهني، يعني مش هو اللي يقول لي تعالى اتخانق معايا بالطريقه دي، تعالى حاربني بالطريقه دي، لا، انا اللي اشوف ايه الطريقه المناسبه اللي حاربه بيها، انا اللي اختار مش هو اللي يختار، لان هو طبيعي مختار الطريقه اللي تخليه يكسب معركه. فالوقتي مثلا ده راجل بيقدم برنامج في التلفزيون، فانت تقول ايه؟ هو عمل فيديو، طب انا هعمل فيديو انا كمان، بس معلش انت الفيديو بتاعك غير الفيديو بتاعه، لان هو الفيديو بتاعه بيعمله في قناه تلفزيونيه بيشوفها ملايين. تقول هو كتب مقاله، انا هكتب مقاله نفس الموضوع، بس المقاله بتاعته غير المقاله بتاعتك. فيبقى الفكره ان انا لا، انا بختار اضربه ازاي وفين وامتى. فيبقى انا ما ينفعش هو يعمل معايا الموضوع ده يجرني ان انا احاربه بالطريقه اللي تناسبه، لا، ده انا اللي بختار الطريقه المناسبه. فيبقى اذا اول امر فكره ان انا اعمل زي ما هم بيعملوا، لا، ده غلط. انا اتعلم من سيدنا خالد ان انا اعمل اللي انا شايفه مناسب، مش اللي هو عايز يجرني ليه. يعني حتى كان مثلا والله يرحمه دايما يقول لي المشاكل اللي بتحصل بين الزوج والزوجه، يقولوا ايه؟ مراته تقول له لو انت طالق، لو انت راجل طلقني، كان يقول لي ترد تقول لها انا راجل مش هطلقك. ليه؟ لان انا صاحب القرار مش انت. هو دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ هي دلوقتي هي بتقول له نفذ لي قراري، فدلوقتي مين صاحب القرار؟ هي.
كده انت فعلا مش راجل. انما انت امتى تبقى راجل؟ لما انت اللي بتاخد القرار. يعني انا لما هقرر اطلقك وشايف ان الانسب اطلقك هطلقك، انا دلوقتي مش شايف ده مش هطلقك، فمش انت اللي بتقرري، مش انت اللي بتخلينا ناخد القرار. فاذا يبقى انا اول امر لما اجي ارد على الناس دي ما خلهمش هما اللي يستدرجوني ارد زي ما هم عايزين، لا انا برد زي ما انا اللي عايز، اشوف ايه الرد الانسب. طيب الحاجه الثانيه نتعلم بقى، وطبعا الافضل من سيدنا خالد النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ازاي بيحارب الكفار. هتلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم في حربه للكفار كان بيعمل شيء مهم جدا. ايه هو؟ ان هو ما بيخليش نفسه دايما في موضع دفاع. دي من افشل الطرق اللي ممكن حد يعملها. ليه؟ هديك مثال بسيط خالص بالكوره، اللعبه. انت دلوقتي بتلعب كوره، فالمنافس ليك واخد يعني مسيطر على الكوره وفي نص ملعبك. النتيجه هتكون ايه؟ النتيجه يا اما هتكون انت متعادل ما دخلش فيك هدف، يا هو هيسجل ويبقى هو كسبان، مفيش حاجه ثالثه. انما لو انت عايز تكسب بتعمل ايه؟ بتاخد الكوره وتروح انت اللي يبقى انت مسيطر على الكوره وتبقى انت عنده، بحيث برضه تبقى النتيجه انت تعادلت يا انت كسبت. او لو مش قادر تعمل كده بيبقى بشكل بسيط خالص على الاقل بيعملوا حاجه اسمها الهجمه المرتده، يعني تخطف كده الكوره وتحاول تروح تعمل اي حاجه، تخطف حاجه. ده اللي الطبيعي الناس بتعمله. فاذا يبقى انت ما ينفعش تحط نفسك في موضوع اتهام، اللي هو يحطك في الكورنر ده، اللي هو ايه؟ الاسلام دين ارهاب؟ لا والله مش دين ارهاب، ده دين جميل. الاسلام ظلم المرأة؟ لا والله ما ظلم. لا لا لا، ما ينفعش تبقى كده. انما ينفع ايه؟ ان انت تخلي الموضوع العكس، ان هو يقول لك مثلا انت كواحد ملتحي قدمت ايه في مجال العلوم التكنولوجيه بتاعك. وده حصل مثلا مع الدكتور عبد الله رشدي وخالد منتصر، وعجبني جدا رد الدكتور عبد الله رشدي. ما عادش يقول له انا ما عملتش وما عملتش، لا، قال له ايه؟ قال له طب ما انت دكتور، قول لي انت بقى كدكتور عملت ايه؟ فين الابحاث العلميه بتاعتك؟ فين النتيجه اللي شفناها من شغلك؟ فين فين؟ فبقى ايه اللي حصل؟ بقى خالد منتصر بيدافع عن نفسه، لا انا دكتور شاطر وعملت وعملت. المهم بقى ايه؟ بقى اول في موضوع الدفاع. شفنا مثال تاني مثلا فريده الشواشي بتقول منقبات دول متخلفين وبيبوظوا المجتمع ومش عارف ايه وايه، كانت في حلقه مشهوره مع وليد اسماعيل. فبرضه كان نفس الرد، قال لها ايه؟ ما قالهاش لا منقبات كويسين، لا 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 خالص. قال لها طب انت مش منقبه، ممكن تقول لنا انت فيت المجتمع بايه؟ فين الحاجات اللي استفدنا منها؟ فبقى الفكره ايه؟ ان انت بتخليه هو اللي يدافع، ما تقعدش انت محطوط في الكورنر ده. فاذا يبقى انت تتعلم النقطه دي، ما تفضلش انت اللي محطوط مزنوق وعمال تدافع ومش لا 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 خالص، اعكس الموضوع. يعني مثلا موضوع زي بتاع ابراهيم عيسى مثلا الاخير اللي بيتكلم فيه مثلا السيدات في الصعيد كانوا بيلبسوا مايو وما اعرفش ايه، وطبعا الكلام كله كذب. بس خلينا نرد، مش هقول له ما بيلبسوش وبتاع، لا ارد بقى الرد التاني، اقول له طيب يا استاذ ابراهيم، ممكن تقول لي لو حد في عيلتك مثلا بيلبسوا اللبس ده، ممكن تقول لي استفدنا ايه بقى؟ يعني استفدنا ايه لما واحده قريبتك لابسه مايو؟ ايوه، فادت المجتمع بايه؟ فيبقى الموضوع العكس بقى، احنا اللي بنقول العكس، هو ده الطبيعي. ان انا اقول له مثلا ان دلوقتي عندنا في واحده محجبه عملت مثلا زي ما بيقولوا بس عملت مشكله، فيقول لك شفت المحجبات بيعملوا ازاي؟ ما اقولوش المحجبات ما بيعملوش، لا اقوم جايب له بقى شويه تقارير كده محترمه من هيئات بتقول ان في جرائم كذا وكذا 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 عملها اللي بيشتغلوا في مجالس مش عارف حقوق المراه واللي مش عارف ايه والحاجات الغريبه دي. فيبقى اذا دي ثاني حاجه احنا عملناها. الحاجة الثالثة المهمة وهي فكرة الإهمال. الإهمال دي من أكتر العقوبات اللي بتأثر في النفس الواحد. تخيل أنت إما تقعد كده تكلمني وتلاقيني ولا برد عليك أصلا، شوف أنت دمك بيتحرق قد إيه. والله العظيم، يعني أنت عارف، يعني أنت بيوصل جواك شعور يعني اللي هو رد إن شاء الله حتى تشتمني، إنما فكرة ما تردش خالص دي فعلا بتبقى فكرة تحرق الدم. ففكرة ده إيه؟ ما تردش عليه، يعني انت اعمل الردود اللي احنا قلناها دي من غير ما توجه له الكلام، من غير ما تقول له ايه يا ابراهيم يا عيسى كذا كذا، لا انت كانك تقول كلام عام اللي هو على فكره يا جماعه اللي مش منقبات ما قدموش حاجه للمجتمع، وضعهم كذا 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 كذا، بس ما بتقولش انا بوجه له الكلام. هو فكره ان هو يحس ان ملوش قيمه لدرجه انك مش مهتم ترد عليه، دي في حد ذاتها عقوبه كبيره. فعشان كده بقول لحضرتك بقى دي الحاجات اللي انت تقدر تعملها ترد بيه عليها. وحتى ده اللي اتعلمناه من الاسلام لما قال لك ما يحصل مشكله من الزوج وزوجته، قال لك تعمل ايه مع الزوجه؟ قال لك اول حاجه تنصحها. طيب ما استجابتش النصيحه، قال لك تعمل ايه؟
قال لك فهجرهن، اللي هو ايه؟ اهملها، طنشها. ده في حد ذاته الاسلام بيقول لك ده ايه؟ ده عقوبة للمرأة. ما هو الاسلام شرع ده ايه؟ ده نوع من العقوبة. فانت فهمت منه ان من عقوبات الانسان الاهمال. الاهمال ده حاجة مؤلمة جدا. فاذا كنا بس حابين نوضح للناس ازاي كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة ومنهج اهل العلم في مواجهه الامور دي، واللي كانت نتيجتها كنا شفناها ان سيدنا خالد كان بينتصر، النبي صلى الله عليه وسلم بينتصر، ان العلماء كانوا بيقدروا يثبتوا ارائهم. بس سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.